وقد اخترنا منها 7 مواضيع وقمنا ب 6 لقاءات تناولنا فيها 6 مواضيع مختلفة. أما اليوم فسوف نتحدث عن السلام. إن كلمة السلام في اليونانية تعني هي تعني في اليونانية فرصة أو هدنة بين حربين، وربما لهذا السبب نفضل الحديث عن السلام بطريقة مختلفة. الاقتباس الذي اخترناه من فراتيلي توتي لهذا اللقاء هي الرقم 198. نحن قد تعودنا أن نبدأ جميع لقاءاتنا من خلال الصلاة، أما اليوم فسوف نختار إذن هذه الفقرة وسوف نصغي إليها بصمت. إذن الاقتراب Tutto questo si riassume in dialogare. Per incontrarci e aiutarci a vicenda, abbiamo bisogno di dialogare. Non c'è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente. الاقتراب والتعبير عن الذات والاستماع إلى بعضنا البعض والنظر إلى بعضنا البعض والتعرف على بعضنا البعض ومحاولة فهم بعضنا والبحث عن نقاط التواصل للالتقاء ومساعدة بعضنا البعض. نحن بحاجة إلى الحوار، لا داعي للقول ما هو الحوار، يكفي أن أفكر بما سيكون عليه العالم بدون الحوار للعديد من الأشخاص الذين أبقوا العائلات والجماعات. إن الحوار الشجاع لا يجعل الأخبار مثل الصدمات والصراعات، ولكن يساعد العالم على أن يعيش بشكل أفضل أكثر بكثير مما ندرك. إذن أدعو الجميع للتأمل في هذه الفقرة. إذن ما هي الكلمات التي تستوقفني؟ ما هي الكلمات التي هي الأقرب لحاضر اليوم؟ أريد أن أعيد قراءة جملة واحدة. إذن سوف نستمع إلى 3 أشخاص حولوا الحياة في يومياتهم، حولوا حياتهم وحياة من يحيط بهم من دون الإعلام والضوضاء. والجملة التي أختارها هي التالية: فبالنسبة لي يكفي أن أفكر بما قد يكون عليه العالم دون ذاك التحاور الصبور الذي قام به العديد من الأشخاص الأسخياء الذين حافظوا على وحدة العائلات والجماعات. واليوم سوف نستمع إلى 3 راهبات وإلى خبراتهن في العمل من أجل اللاعنف. إذن كما قلت إن عنوان هذه الندوة هو رعاية السلام، الصداقة الاجتماعية والحوار. إن الراهبة الأولى التي سوف تتحدث
إلينا عن هذا الموضوع تعرفها جيداً، هي أخت فرانسيسكانية، وإن الأخت شيلا كينزي تعيش بالملء العنف في حياتها، وسوف تتحدث إلينا عن هذا. سوف أتحدث عنها قليلاً. إذن هي الأخت شيلا كينزي، هي الأمينة المنسقة لبرنامج ضمن الاتحاد الدولي للرئيسات العامات، هي مشاركة في لجنة العدل والسلام في كلا الاتحاد الدولي للرئيسات العامات والرؤساء العامين، تعمل أيضا كمستشارة في دائرة التنمية البشرية المتكاملة وفي لجان التوجيهية للحركة المناخ الكاثوليكية العالمية ومبادرة اللاعنف. إن والأخوات الأخريات تعرفنا الأخت شيلا، إذن هن ثلاث أخوات كما قلت. إذن هي أخت من راهبات الفرنسيسكان، بنات القلوب المقدسة ليسوع ومريم، تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. لقد دعينا الأخت شيلا للتأمل في العلاقة بين الترابط البيئي واللاعنف. لك الكلام. شكرا باتريسيا لأنك أعطيتني هذه الفرصة للتحدث. سوف أبدأ بالحديث عن الترابط البيئي واللاعنف. إذن في فراتيلي توتي نستمع أنه هناك حاجة في أجزاء كثيرة من العالم إلى مسارات سلام تقود إلى التئام الجروح، وهناك حاجة إلى صانعين سلام مستعدين للشروع في عمليات الشفاء والتلاقي. وقد طلب البابا فرانسيس من الله أن يساعدنا جميعا لكي نعيش اللاعنف، خصوصا في مجالات الحياة الاجتماعية والمدنية والقانونية، وكل هذا يؤثر على قراراتنا. إذن وفي بحفظ هذه الكلمات لنبدأ التحدث عن الترابط البيئي والمشاكل التي تعاني منها البيئة، من جميع أنواع الأضرار. إن البلدان تعاني من نقص في الموارد الإنسانية والمالية، أصبحت الأحياء مراكز للاختلافات والصراعات، هناك حاجة لعمل جماعي عالمي لمساعدة بعضنا البعض، وقد باتت هذه الحاجة ملحة ونحن نعاني أمام عدم تنفيذها. هناك حاجة لوضع نظام جديد من أجل مصلحة الجميع وليس فقط الأكثر حظاً. دعونا البابا فرانسيس لنكون مسيحيين، مسيحيين حقيقيين، وأن نستجيب لحاجة قلوب الناس. أين يمكن أن يذهب أو أن ينظر الناس في مثل هذه الظروف؟ من خلال حياتنا نحن مدعوين لاحتضان كل المسائل التي تشغل بال الإنسان اجتماعيا وبيئيا،
لكي نعيش حقا وبحنان ونصغي بتواضع إلى الله. إن الصراعات المرتبطة ببعضها البعض هي بحاجة لحلول منا جميعا. المكرسين هم مدعوين للقيام بالتغيير، هناك حاجة للتضامن، هناك حاجة للالتزام في الموقع بحسب الخطة والموقع للاوداتو سي. كن مسبحا، لاوداتو سي بلاتفورم. وفي برنامج صنع الأمل من أجل الأرض، إذن هذا البرنامج الذي أطلقته الاتحاد الدولي للرئيسات العامات يدعونا إلى العمل معا من أجل بيئة دائمة، من أجل الاعتناء بالحاجات والاستجابة من خلال كل الوسائل للفرص للاعتناء أكثر بالأرض والبيئة والاقتصاد. إذن كل هذه الجوانب مدعوة لتعمل معا لتحمل للجميع الحلول ولنساعد بعضنا البعض في معالجة هذه الصراعات. إذن هذا البرنامج هو أيضا مسوق على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك ندوات ومحاضرات حول هذا الموضوع وخطط عمل ومشاريع في أنحاء الأرض. إن هذا البرنامج هو يدعم الرهبانيات والتزامها في العناية بالبيت المشترك والأرض، وهو برنامج ينبثق من القيم الإنجيلية ومن كن مسبحا. إن هذا البرنامج يعطي الفرصة للجميع للعمل معا والالتزام بإحداث التغيير، ومن خلال هذا البرنامج يمكن للجماعات أن تستجيب لدعوة البابا فرانسيس من أجل البيئة، والعمل سوف يدوم على سنوات. إذن وعلى الموقع الرقمي لكن مسبحا نرى الأهداف الأساسية حول الاعتناء بالأرض والاهتمام بالتعليم وبالعلاقات. إذن كل هذه الأهداف مترابطة وهي أساسية لبناء مستقبل ثابت وسليم في بيتنا المشترك الأرض. وإن اللاعنف في هذا كله مهم جدا، وقد عملت منذ 25 سنة على المصداقية، مصداقية اللاعنف في كل هذا. وفي تطبيق مبادئ اللاعنف يمكن أن نعطي ونبني في حياتنا الفرص للأشخاص ليكونوا ليحدثوا بنفسهم التغيير وللاعتناء بالبيئة والحفاظ على مصداقية العمل. إن اللاعنف أيضاً هو شاهد في كل هذا. إن روح الله وكلامه يدعون لعمل ما هو جيد وللحفاظ على الحق. إذن لنتوقف عند أربع قيم من طريقة اللاعنف، وهي التعامل باحترام، بحقيقة
ثقة بعدل وعيش العلاقات بالملء. نحن بحاجة أن نعترف بحقيقة الأمور والواقع. نحن مدعوون لنحتضن هويتنا المسيحية، والمسيح الذي يحوي كل شيء في شخصه. نحن مدعوون للحوار وللتعامل بشفافية وبمصداقية مع بعضنا البعض، وبناء علاقات من الثقة وتأمين الموارد. إنها تتكلم بسرعة هائلة لجميع المترجمات، ونحن نبدأ هذا المسار للعمل على مبادئ لاوداتو سي، كن مسبحا. وإن طريقة عيش اللا عنف هي من خلال مشاركتنا من الاستماع إلى صراخ الأرض والفقير والاعتناء بالاقتصاد واعتماد وسائل مستدامة لحياتنا اليومية والروحانية البيئية والتعليم البيئي، وأيضا التركيز على مشاركة الجماعة في الأعمال التي تصب في مصلحة الأرض. وننتقل إذن من العناوين إلى الحياة اليومية. إن كل هذه الأهداف تطال جميع فئات المجتمع، الفقير والغني وكل هذا يجب أن يساعدنا على تحسين الظروف للجميع من خلال تأمين الموارد المائية والمالية، ومن خلال تسهيل عمليات الاعتناء والاستثمار الصحي والسليم في موارد الأرض. يجب أيضاً أن نعتمد عدم الاستهلاك المفرط في حياتنا. يجب أن نتحمل مسؤولية وأن نقوم بالتغييرات، أن نعيش ببساطة لكي يتمكن الآخرون من العيش ببساطة أيضاً. نحن لسنا بحاجة لكل شيء، وأن نحتضن وأن نشجع العلاقة مع الأرض والطبيعة والعيش بفرح وبقناعة وبشكر، وأن نطور تعليم بيئي ونعيد إذن بناء البرامج التعليمية على ضوء الاعتناء بالبيئة واحترام الخلق. نحن مدعوون إذن لنرتبط أيضا اجتماعيا ونعمل للحفاظ على الخليقة، ونتصل ببعضنا البعض على جميع المستويات، وأن نشجع كل هذا. وفي العمل مع بعضنا البعض نعي فرص الشفاء والتسامح والعزاء، وفي محاولة منا لمعالجة الخلافات والصراعات، إن الحوار والعمل معا
يغذي كل الوسائل التي تصب في طريقة عمل، في طريقة عيش، في اللاعنف. وكل هذا يبدأ باحترام الكل واحترام المختلفين. وإن العيش بمصداقية يعني استخدام المعلومات الجيدة للتحدث عن الأمور. نحن نعترف بأننا شاركنا بالإساءة إلى بيئتنا، وإن تعزيز العدالة يأتي أيضا من عدم من احترامنا لبعضنا البعض، وكل هذا أيضا من خلال تطوير الطرق للعمل معا. والمضي معا نحو ممارسة اللاعنف التي تسمح لنا بالاعتناء بأمور أكثر، بالاعتناء بمن هو بأمس الحاجة، نحن نتحضر للعمل في نعمة الله ونعطي وننشر رسالة السلام. شكرا سورشيلا لأنك ساعدتنا في الوعي والتأمل في هذا الترابط ومن أجل بناء السلام. يحدث أننا نرى كنساء هذا الأمر قوي جدا، إذن هذا الترابط قوي جدا. وقد استمعت إلى الكثير من الراهبات ولقد تحدثنا عن التفاعل بعد قراءة فراتيلي توتي، وسوف نتابع مرافقة الجماعات في مشروع العمل الذي سوف يدوم 7 سنوات، وكل شيء معروض على الموقع الإلكتروني لاوداتو سي أكشن بلان بلاتفورم. نحن نعلم أنك سوف تكونين مأخوذة جدا في التحضير وفي العمل، ونحن ندعو الجميع إلى الالتزام بالتغيير وتحمل مسؤولية التغيير. شكرا أختي لها. أريد أن أذكر أيضاً الجميع بأن هناك على موقع الخاص بالاتحاد الدولي للرئيسات العامات مقابلة مع الأخت شيلا، يمكن الاستماع إذن إلى المقابلة والتعرف أكثر على الأخت شيلا. وأنا الآن سعيدة جداً وأيضاً ممتنة و لأننا نستقبل، وقد أيضا قمنا بمقابلة على الموقع الإلكتروني معها منذ بضعة أيام، وهي اليوم موجودة معنا. إنها السفيرة
إذن السفيرة لدى الكرسي الرسولي لهولندا. من الصعب علي التحدث عن كل ما قامت به، لقد كانت سابقا سفيرة في بنين ولديها خبرات واسعة في حقل بناء السلام ومختلف في مختلف البلدان الأفريقية. لقد قامت بدراسات في العلاقات السياسية والدولية، وقد عملت كثيرا في حقل السلام، بناء السلام. وقد قالت البارحة أن عمل الدبلوماسي هو بناء الجسور. إذن شكرا لك لوجودك معنا، وشكرا لأنك سوف تقومين بقيادة المداخلات المقبلة. شكرا باتريسيا. كما تعلمنا أنا أتشرف بوجودي معكم اليوم، وأنا ممتنة جداً للأسئلة ولإعطائي صفة المحاورة، لأن الموضوع عزيز جداً على قلبي، وهو أيضاً أحد أهم الأهداف التي يعنى بها بلدي، وأيضاً رسالتي في روما. لقد استمتعت بمداخلة الأخت شيلا لأنها وصلت، تحدثت عن الترابط بين العنف والبيئة والتحديات البيئية، وكانت إذن تتحدث عن اللاعنف تجاه الخلق والخليقة. ولقد رأينا في الأسابيع السابقة الكثير من الأمثلة، وأيضا في أحاديث البابا فرانسيس والدعوات أيضا إلى الرجال السياسة، ونحن أيضا نترقب في تشرين الأول دعوة مشتركة من جميع رجال الدين من مختلف الأديان والطوائف في العالم. إذن دعوة للاهتمام بالبيئة، وأعتقد أنه سيكون لقاء مهم جدا، وكما يقول البابا فرانسيس، وأقول أنها من الجمل المفضلة، يعني يقول أن كل شيء مترابط. إذن المواضيع مثل السلام والعنف والاستدامة هي طرق مسؤولة للتعامل مع بعضنا البعض ومع الحياة والعالم، خصوصا عندما نتحدث عن الخليقة. وشكرا لك باتريسيا لهذه المقدمة. أريد أن أقول بعض الكلمات عن حول عنوان الندوة. إذا أردت التحدث من خبرتي كسفيرة، عندما ننظر أو نتأمل في السلام، أعود إلى الأمم المتحدة وإلى احتضان الأمم المتحدة الاعتراف بأهمية السلام، والدعوة التي قامت بها الأمم المتحدة إذن لاحترام النساء والأولاد في أماكن الصراعات في العالم والحروب. وهناك أيضا دور النساء في حل النزاعات والصراعات،
ويجب أن لا ننسى أهمية دور النساء في هذا. الاعتناء بأساسيات الحياة مثل أيضا تعليم النساء والفتيات. وبعد أن أشرت إلى ذلك، أنا أعترف إذا أردت بالنظر إلى خبرتي الشخصية، ما أرى مهما في هذه الندوة، وأيضا من مدخلات الراهبات المتعددات اللواتي شاركنا. إذن العناية بكل هذه المواضيع في أماكن لا تخلى من النزاعات والحروب. إذن شكرا لكم لأنكم تتحدثون وتلقون الضوء على هذه الوقائع. والآن أقدم الأخت فيلو إيروتا. الأخت فيلو هي كانت رئيسة عامة سابقة لجماعتها، وهن المرسلات، مرسلات باريس من اليابان. خدمت في الفلبين ونيكاراغوا والمكسيك وروما. إذن لقد عشت في قسم كبير من العالم، وهذا يعني أنه لديك خبرة واسعة في العمل في مختلف الثقافات. هي أيضا الأخت عضو في المجلس الكاثوليكي للعدالة والسلام التابع لمجلس الأساقفة الياباني. تلعب دورا مهما في جمعية باكس كريستي انترناشنال، المبادرة اللا عنف الكاثوليكية، وأيضا صندوق المرأة للسلام وحقوق الإنسان. أنا فعلا أعبر عن إعجابي لكل مسيرتك المهنية، إذا قلنا وعملك الرعوي في كل هذه الحقول. أعرف أنك تحدثت خلال المقابلة التي قمت بها بأن كل هذه المواضيع سيعاد طرحها أيار المقبل، وما أعجبني سماعه هو أنك تحدثت بنقد عن المعادلة بين دور المرأة والرجل في اليابان، وقد استمتعت بذلك لما تحدثت عن ذلك. أما الآن فسوف أدعوك للكلام عن موضوعنا اليوم. شكرا إذن لك سيدتي لهذه المقدمة. أنا فعلا وأنا أيضا أشكر لهذه الدعوة. ما قالت الأخت شيلا، لقد عملنا معا في مبادرة باكس كريستي، وقد تشاركنا الالتزام عينه، وبالتالي فإن مواضيعنا تتقارب، ولكن سوف أقوم بطرح الموضوع من وجهة نظري. إن التحدي الأكبر الذي يفرضه علينا العالم الحالي، نحن البشر والمؤمنين وأتباع يسوع الناصري، وأيضا كمكرسات، هو الالتزام بعيش الحياة في ظل موهبة معينة، وهو أن نكون فاعلين للسلام واللا عنف. يتميز واقع العالم اليوم بالعنف
levels. على جميع المستويات. Pope Francis يلفت البابا فرانسيس انتباهنا إلى واقع العالم اليوم ويطلب منا الاستماع إلى صرخة الفقراء وبيتنا وصرخة بيتنا المشترك كوكب الأرض. إذن الأرض إن تدمير النظام البيئي للأرض ومعاناة جميع الذين يعيشون على الأرض يرتبط ارتباطا جوهريا بالعنف البشري. إن العنف المباشر للحرب والمناطق العسكرية التي غالبا ما تكون بسبب المصالح الاقتصادية، إذن هذا العنف يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا وعلى البيئة. إذن يؤثر على الأكثر ضعفا الذين يتركون أوطانهم في معظم الأحوال. يعاني العالم من الانقسام الشديد بين من يملكون ومن لا يملكون شيئا. The world suffers from the drastic divide يعاني العالم من هذا الانقسام بين من يتمتع بحقوقه ومن لا يتمتع، وقد أدى كوفيد 19 إلى توسيع هذه الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل أكبر. The excluded of society are victims of the cultural. إن المستبعدون في المجتمع هم ضحايا عنف اللامبالاة الثقافية، الجهل. The violence of economic injustice. إن عنف الظلم الاقتصادي الملوث بالجشع يرى البشر كسلع، سلع للبيع والشراء. في كل حقائق العنف هذه نعلم أن المزيد من النساء والفتيات يصبحنا فريسة سهلة. نعلم أيضا أن حالات العنف الأسري قد ازدادت في جميع أنحاء العالم مع انتشار كوفيد 19. وإذا كان العالم اليوم يتسم بالعنف بجميع أنواعه وعلى جميع المستويات، فإن الرب يدعونا لأن نكون وكلاء وفاعلين للعنف والسلام في هذا العالم. يشير البابا فرانسيس في كن مسبحا إلى أن كل شيء مترابط. العنف يقطع ويعطل ويقسم ويؤذي ويميز ويستبعد ويتجاهل ويضع جانبا. إن هذه الحقائق اليوم هي في معظم الأحيان مقبولة من مختلف الوقائع. Youth, older persons, ethnic minorities. إذن الأشخاص الأكبر سناً، الشعوب الأصلية، المغتربين، اللاجئين، الأشخاص من الأعراق المختلفة، كل هذه الفئات تعاني من قلة العدالة وعدم التمتع بنفس الحقوق. كيف يمكننا أن نتبع يسوع كنساء مكرسات في هذا العالم المعنف اليوم؟ ماذا يعني أن نشهد للحب في هذا العالم الخالي من الحب؟ نحن مدعوون لعيش الشمولية على جميع مستويات حياتنا ورسالتنا. إن التزامنا هو بالعيش بطريقة شمولية وتقدير التنوع دون وضع أحدا جانبا. إن العيش
بهذه الطريقة ينبغي أن يقوم يقام في احترام الآخر وفي اللاعنف. إن اللاعنف يدعونا إلى الشهادة من الخارج والداخل. And value. أن نعيش في هذا هو أن نعرف بأن الاختلاف والتعددية هي متجذرة، وإن احترام كل إنسان هو حق ويجب حمايته. نعلم أن كل امرأة ورجل مخلوقان على صورة الله. حددت معظم الجماعات الدعوة للعيش بالتواصل بالشراكة في التنوع. نعلم جميعا من الخبرات أنه ليس من السهل الاحتفال بالتنوع والتعددية وتقديرها، سواء كانت ثقافية أو شخصية، في الحياة اليومية. اليوم أصبح وجه الحياة المكرسة متعدد الثقافات. أنتوني جيبنز says. يقول أنتوني جيبنز إن الجماعة التي لا تلتزم بالتعددية الثقافية ليس لها مستقبل. نحن بحاجة لإعادة تجديد التزامنا لكي نكون شاملين بشكل جذري كل يوم. هذا ليس مجرد تعلم موقف لا يقوم على الأحكام. إن الالتزام بأن تكون أحاديثنا شاملة هو تحول يومي. نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار كل يوم لقبول وتقدير ما هو مختلف في الشكل والمضمون. أن نعيش بطريقة شاملة يعني أيضاً أن نعيش كتلاميذ يسوع بالتساوي. عندما نقبل بعضنا البعض كأخوات في علاقة المساواة، نشعر بالحب والقبول والثقة والأمان والتحرر. In egalitarian relationships, we feel ونحن نعيش هذا ونشعر به، نشعر بالأمان. إذن we read Jesus own words. ونحن نقرأ كلمات يسوع عن العلاقات المتساوية في الأناجيل. الأول سيكون الأخير والأخير سيكون الأول. لا يوجد معلم بينكم. يصر يسوع على علاقات المساواة بين أتباعه، بما في ذلك النساء. فقط العلاقات المتساوية هي التي تحرر. في علاقات الرعاية والمحبة المتساوية يمكننا أن ننمو لنكون ما نحن عليه على صورة الله. إذا جماعة من النساء الملتزمات بالعيش بشمولية، يمكن لجماعتنا أن تصبح مساحات للشفاء والحنان والرحمة للأشخاص الذين يعانون من العنف والرفض واللامبالاة. نعلم بأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والعزلة، وأيضا عدم الشعور بالراحة. إن جماعة نساء مكرسات ملتزمات بعيش الشمولية يمكنهن أن تبنين المكان المناسب حيث يشعر الجميع بأنه مرحب بهم. إذن يمكن أن تكون جماعة واقع ملموس لوجود يسوع بين الناس. في اليابان تشكل الكنيسة الكاثوليكية أقلية صغيرة يبلغ عدد سكانها 1,000,000 نسمة من حوالي 130 مليون.
إذن في داخل الكنيسة الكاثوليكية هناك البعض ملتزمين في العدالة والسلام. We work and collaborate نعمل with other ونتعاون مع ديانات أخرى وأيضا جماعات مدنية حول مواضيع مرتبطة بالحياة مثل محطات الطاقة النووية، الأسلحة النووية، القواعد العسكرية، التدمير البيئي الناجم عن الصناعة، الفقر، الإتجار بالبشر، إلى آخره. The presence of consecrated women in نحن نتعاون مع الجماعات الدينية الأخرى وكذلك مع حركات المواطنين إن حضورنا كمكرسات يمكن أن يكون لطيف غير أناني متواضع وفرح حتى في المنظمات والحركات التي تعمل من أجل السلام والعدالة فإن تحدي العلاقات بين الأشخاص موجود دائماً إن دورنا في الخلافات والنزاعات الداخلية هو مساعدة الأطراف على الحوار والتمكن من رؤية الواقع من وجهة نظر أخرى How can we be a prophetic voice كيف يمكن أن نكون صوت نبوي للسلام والعنف ونحن أقلية صغيرة؟ على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية في اليابان هي أقلية صغيرة وغير مرئية تقريبا إلا أن ما يظهر في المجتمع هو العمل في التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية توجد طرق عديدة لمشاركة التزامنا بالسلام والعنف من خلال وسائل ملموسة لاستعادة الترابط بين كل خليقة الله مع الأشخاص الذين نلتقي بهم يومياً أو بانتظام. To be an agent of peace and أن نكون فاعلي سلام ولا عنف يعني أيضاً أن نكون نساء تعرفنا كيف تتخلى عن بعض الأمور، تعرفنا كيف تضحكنا على أنفسهن، تعرفنا كيف تستمتعنا بالحياة وقبل كل شيء تعرفنا كيف تستمتعنا بالتواجد مع الآخرين الإنسان، الحيوانات، الأشجار، الرياح، الخليقة بأكملها شكراً Thank you very much, شكرا جزيلا أخت فيلو لهذه المداخلة الثمينة والغنية حيث تحدثت عن أمور كثيرة يمكن أن نعتمدها في المستقبل لقد بدأت بالحديث كيف أن COVID-19 جعلت من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية أكبر systemic injustice and inequalities والمساواة وكيف نحن مدعوون لتقدير التعددية وعدم الانعزال Very interesting remark as well. I thought. وقد أيضا أشرت بشكل مهم عندما تحدثت عن وجه الحياة المكرسة اليوم الذي أصبح وجه متعدد الثقافات أيضا وأصبحت التعددية جزء لا يتجزأ من الحياة المكرسة. وقد تحدثت أيضا عن النساء اللواتي تعملن فعلا من أجل شمولية أكبر وانضمام الجميع في مختلف حقول الحياة الرعوية. Q&A.
when people سوف نعود بعد الحديث عن بعض الأمور عندما نفتح المجال للأسئلة. أود الآن الانتقال إلى المداخلة المقبلة وهي الأخت تريزيا ومويو وشيرا. تريزيا ومويو وشيرا هي من راهبات لوريتو وهي ناشطة في أيضا باكس كريستي. وتقول الأخت إن السلام ليس عكس الحرب والنزاعات. لقد إذا لاحظت لقد اقتبستك في مقدمتي، تحدثت أيضا المقابلة التي قمت بها البارحة أو منذ بضعة أيام مع لويسك أيضا عن دور النساء في المجتمعات. وأيضا كنساء مكرسات وليس فقط النساء اللواتي تنتمين لجماعات رهبانية. لديك أيضا مسار مهني مهم جدا، لقد عملت في الكثير من الوقائع في العمل على السلام وحل الصراعات. أنت أيضا عضو في منظمة وبرنامج في مجلس إدارة مركز الحياة في كينيا. وأنت ناشطة أيضا في بلدان أخرى ومنخرطة بشكل خاص أيضا في لجنة الفاتيكان في فرقة العمل الأمنية وكذلك أيضا في مجالات أخرى. أعتقد أنا من الأفضل أن أتوقف وأن أعطيك الكلام لتقدم مداخلاتك. سأطلب من شيلا لشيلا ستقوم باتريسيا بمشاركة ستقوم باتريسيا بمشاركة الباوربوينت. Yes, so إذن I would like to first begin by thanking all of you for coming. أود أن أبدأ بالشكر الجميع. I will be giving a وأود أن أقول بأنني سوف أعطي kind of the short form because I'll be speaking to it. I find myself tired in سوف أعتمد إذن هذا الباوربوينت لأتحدث عن أفكاري. اعذروني إذا رأيتم أني أتحدث مع وأحرك أيدي. Next slide. إذن عن اللاعنف الناشط من أجل العدالة والسلام. What I understand about non-violence, what non-violence means. أود أن أتحدث عن مفهومي للعنف. بالنسبة لي إن اللاعنف هو قيمة الإنجيل الأساسية، وإن العنف هو طريقة حياة وطريقة لنغذي الأمل. إذن بالنسبة لي العنف يجب أن يكون في جيناتنا، وهو أساس ضروري لثقافة السلام. وسوف أستعيد بكلمات تيركسن، الكاردينال تيركسن. هو ليس مجرد استجابة لمواقف معينة في حياة يسوع، بل كانت حياة يسوع بأكملها غير عنيفة. إذن ما أعني في عيش اللاعنف، في اللاعنف الناشط؟ هو إذن عيش قيم الإنجيل المتمثلة في الحب للجميع بما في ذلك العدو
the society where we live, or even enemies that are in our heads. أينما كنا, أينما عشنا, in our own minds. وفي بعض الأحيان أيضا هو عدو داخلي ابتكرناه في مخيلتنا. إذن والسلام, ولقد تحدثت السفيرة على مقابلتي إن السلام ليس فقط غياب الصراعات العنيفة أو الحرب, إن السلام also we need to address the area of structures and cultures that create violence and perpetuate غياب المباشر للهيكلية الثقافية. إن العنف هو أيضا التسامح والمصالحة والعدالة البيئية. Becomes part and soul of us. إذن العيش في كل هذا. Against all forms of injustice. هو أيضا الوقوف ضد جميع أشكال الظلم والاستجابة لصرخة الفقراء. Because the environment cannot speak, it cannot. لأن البيئة لا يمكن أن تختار. In our thinking around active non-violence. وبالتالي the reality of COVID-19 pandemic. اليوم تشكل الجائحة تسبب الجائحة اليوم بتحديات هائلة في موضوع السلام. وكنساء مكرسات, هذا ليس مختلف جدا عن دعوتنا. فنحن مدعوات للعيش بطاعة والفقر والعفة كأفراد وكجماعات, ونجد أنه بعيش هذه القيم بعيشها بالملء يوما بعد يوم في مواجهة التحديات, يمكن أن نقول بأننا نبدأ في العيش باللعنف. But it is within us. We need to get back, to go back to the root. إذن نحن بحاجة للعودة إلى هذه القيم والجذور. هذه صورة showing a black Jesus. ليسوع أسود. It's kind of كما ترون هناك يد تقوم بحركة نحو الخارج, وهي الحركة لوقف الظلم, واليد الأخرى وهي تمتد نحو الغفران والمصالحة. إذن so as women religious therefore, ونحن كمكرسات كيف نسير في طريق اللاعنف الناشط؟ Is that we embrace and model the نقوم بذلك من خلال اعتناق قيم الإنجيل واتباع والمشي وراء يسوع اللاعنفي. ونحن يجب أن نعيش القيم الإنجيلية في حياتنا اليومية, وبالقيام بذلك يمكن أن نصل إلى الآخر. هناك أيضا التجاوب مع الدعوة إلى أن نكون مع المسيح الذي جسد هذه القيم. ونحن إذن مدعوات لعيش هذه القيم وتجسيدها, ومن خلال الصلاة والتأمل فيها في هذه القيم, وأيضا من خلال التجدد أو أنفسنا من خلال التجدد. من خلال عيش هذه القيم داخليا, وأيضا نقل هذه القيم لأولئك الذين نلتقي بهم ونتعاون معهم في حياتنا اليومية, ننقلها لمن هم بحاجة للتبشير. وإن الدعوة لننطلق
هي ليست فقط رسولية لكن يذهب في رسالة خارجية. أنا أتحدث هنا أن نكون مرسلون في أي روحانية اعتمدناها أو واقع عشنا فيه. Next slide, please. Yeah, sorry, the one before. Sorry. So we have to be. هناك مشكلة في ال في الباوربوينت. Sorry, Patricia. So we need to wait for the slide. Just a second, I'm trying to find a way. Don't worry, don't worry. This will get there. بعض الأمور التقنية للعودة إلى الباوربوينت. So before Patricia puts it, maybe is this one? Yes, it, the B women. Yes, that's the correct one. Thank you. Okay. Yes. So we are called to be women at the heart. إذا نحن مدعوات لنكون نساء في قلب الإنجيل والكنيسة. So that is challenging because we are being called to leave تحدي. Our comfort zones. لأنه يدعونا للخروج من منطقة راحتنا. وأقول ذلك لأننا جميعا نتبع معتقداتنا الخاصة ولدينا آراءنا. إذن عندما نأتي إلى الجماعة نحمل شخصنا وأفكارنا ونعمل لكي نعيش روحانية الجماعة. وأيضا هذا يتمثل أيضا في طريقتنا في التعامل مع بعضنا البعض. Therefore, we have to be listening. What يجب أن نستمع إذن لبعضنا البعض. What are we being invited to do? Therefore, إلى ما نحن مدعوات. And keep on holding to our boots. We have to let to leave behind those boots that tie us from looking at the world and the way the world is moving. Then believing in us, women. وإمكانياتنا كنساء مدعوات لتغيير العالم. There is a lot of gem in women. However, we have to believe in ourselves. يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض ونثق ببعضنا البعض ونعطي بعضنا القوة لأن لدينا الإمكانيات في فعل كل ذلك. وكذلك نسير إذن في طريق اللاعنف من خلال الدعم والتعاون مع النساء الأخريات. وأيضا المتعاونين الذكور والعلمانيين كشركاء متساويين. وهذا أساسي. السلطة الأخلاقية والاستمرارية ونعمل كمكرسات لبناء ولنكون المثال للكثير من الأشخاص حولنا. إذن نعمل كبنات للجسور إلى جماعات مختلفة من أديان مختلفة. Very, very strategic إذن positions and very نحن في موقع استراتيجي كمكرسات. By the people and positions. إذ أننا موضع ثقة لكثير من الناس. And be nourished to move on. حيث يمكنهم أن يغتنوا ويتقدموا ويتطوروا في مسارهم. My own experience. How I live أود أن أشارك تجربتي الخاصة في الدعوة إلى اللاعنف. Before I can share it out. One way I do this by embracing the gospel values. أنا أعيش
إذن روحانية جماعتي والتجاوب مع تغيرات العالم. أنا أقوم مع أخواتي دائما بقراءة علامات الأزمنة وأقول ما هي إلى ما نحن مدعوات اليوم. إذن لدينا دعوة كجماعة وبالنسبة لنا هي عيش القيم الإنجيلية وأن ننتقل للاستجابة حيث هناك حاجة. كيف نستجيب لذلك؟ Then supporting and encouraging girls and women to speak in their own voices. إذن أيضا مساعدة النساء لإيصال أصواتهن وشغفهن. The voice of others, especially the men, in my own context. And I have to encourage girls and women. تشجيع أيضا الرجال للحديث أو التحدث عن العنف. Like the one you're talking about, the female genital mutilation, exclusion of مثلا women. أيضا تناول المواضيع مثل الممارسات الثقافية الضارة، أشكال الإقصاء المختلفة التي تواجهها النساء، تشويه الأعضاء التناسلية، عدم تكافؤ الفرص. إذا نشجع الكثير من الفتيات والنساء للتحدث عن ذلك. So I engage in advocacy for especially abused and marginalized in our societies. نشارك بالنشاط في المناصرة أولئك الذين يتعرضون لسوء المعاملة والمهمشين في مجتمعاتنا محليا وعالميا. Speaking for ourselves as women, for our society. إذن إيصال الصوت والتحدث كنساء وأيضا كجماعة يجب أن نتحدث وأن نوصل أصواتنا. وأيضا في كمساهمة في البحث الأكاديمي أعمل على جمع إذن الخبرات بشكل أساسي، خبرات النساء والفتيات. وبحثي الحالي هو مراقبة العنف وبناء السلام خاصة في سياق أفريقيا. وما وجدته حتى الآن، عفوا، إذا أعمل حاليا حول مساهمة المرأة في مناهج بناء السلام. ولقد رأيت كم هو مهم لدور النساء في stories, riddles, تعزيز myths, legends. So the women are doing that and songs and dance. Also the spoken word. Women are speaking peace to their children. They are blessing their children with peace. وأيضا أهمية دور الأمهات في تربية أولادهن على العنف. هناك أيضا رموز مثل حزام الولادة. And I would like to, in the next slide, to explain this particular symbol. أود أن أتحدث عن هذا الرمز. Now, you can see there a woman wearing a belt. يمكن أن تروا امرأة ترتدي حزام. That belt that this woman is wearing is a birth belt, which also these days حزام الولادة. This belt is to help the womb after birth to come back to shape. يستخدم. However, the woman uses the same belt to bless and protect her children. لمساعدة المرأة. It has been used before to bless young people going to war. However, the women are reversing that and using it to say. وتستعمله النساء اليوم. From my research is that it was used to reconcile
to ask for forgiveness. في إذن سبيل حل الصراعات. To dissuade men from engaging in violence. والتواصل اللاعنفي. It's called the legatiate in this particular community. So if a woman removes this belt and puts it on the ground, the men cannot go to work. And they cannot force the woman to wear. يستعمل هذا الحزام كلغة تواصل بين الرجال والنساء. She can wear it and the man will not attack. She can also use it to bless. So تستخدم النساء أيضا هذا الحزام لمباركة الآخرين ويصبح رمز للسلام. So that we can create peace in our world. The next slide. What about as Pax Christi? Because I am the co-president of Pax Christi, Pax Christi International. أيضاً. Am I and my community? كيف أقوم مع جماعتي بعيش في Pax Christi؟ كيف نحاول أن نساعد على بناء both young men and women أو على تعزيز دور النساء والرجال أيضاً؟ إذا نحن نستخدم الموارد لمساعدتهم في التنشئة في اللاعنف الناشط، وحاليا لدينا العديد من التنشئة والأداة العملية لبناء السلام داخل العائلات والجماعات. Maybe later on we can share the website and you see the great work. يمكن أن نعرض في وقت لاحق الموقع الإلكتروني. To their own sisters and to. إذن كيف هذه الأداة تصل إلى كل الأشخاص المحيطين بمن يتابع التنشئة؟ In Kenya and South Sudan, where we are going to train sisters. People and those young people can train others in acting. إذن نقوم بتنشئة هؤلاء الأشخاص لكي يساعدون بدورهم الآخرين. Because those sisters have gained from this training, and they too know their way of living of acting. مبادرة إذن اللاعنف الكاثوليكي يصب في النهوض باللاعنف والسلام. Yes, I'm finishing. Okay, forgive me for interrupting. العادل. Yes, I'm finishing. I'm on the last slide. Yeah, this slide is a book that we have of هذا كتاب. It's a two-year حول اللاعنف with theologians. هو نتيجة مشروع قمنا به مع أكاديميين. To leave this وأود أن أترك لكم مباركة. So, through our call as religious women, إذن من خلال دعوتنا كنساء مكرسات وباحتضان القيم قيم اللاعنف الناشط التي هي مفتاح لتحقيق دعوة تكون مسبحا في المستقبل والاستجابة للبابا فرانسيس أيضا في فراتيلي توتي، نكون نصبح صوت الذي لا صوت لهم في بيئة شاملة، نكون الخبز لمن هو جائع والنور لمن هو في الظلمة والرؤية لمن تبعثرت أماله وأحلامه، وأن نكون السامري الصالح وحامل البشرى السارة. شكرا لك وأيضا لهذه الخاتمة والدعوة إلى اللاعنف والسلام والعدالة، وكيف أن دور المكرسات لا يقوم فقط على الصلاة ولكن على الخروج وعيش هذه القيم في الواقع والحياة. You also mentioned the importance. تحدثت أيضا عن أهمية التضامن والتعاون مع النساء الأخريات، النساء غير
مؤمنات وأيضا مع الشراكة مع الرجال. إذن الخروج ليس فقط التعاون مع المكرسات بل مع الآخرين كبنات للجسور. ولقد أشرت أيضا إلى التأمل في علامات الأزمنة، وهذه دعوة مهمة جدا. شكرا لك أخت تريزيا. وقد وصلنا إلى المرحلة التي ندعو فيها كل من يريد أو يبغى أن يسأل سؤالاً أن يضعه في الشات، وسوف نرى ما يمكن أن نطرحه بحسب الوقت المتبقى لنا. لذا سأعطي دقيقة أو دقيقتين لمن يرغب أن يكتب سؤاله في الشات. شكراً. While we wait for comments and other comments. بينما إذن ننتظر الأسئلة، أود أن أسأل أطرح سؤالين على ضيوفنا. السؤال الأول، إذن إن الأسئلة هي للأختين، ماذا تعنين عندما تتحدثنا عن المساواة؟ المساواة بين النساء والرجال. What do you mean? ماذا تعنينا؟ أما السؤال الآخر هو كيف يمكن أن نقوم بتنشئة للراهبات حول العنف؟ إذن السؤال الأول عن المساواة، والسؤال الثاني عن التنشئة للمكرسات حول العنف. إذن لديكن 5 دقائق للإجابة. إذن التنشئة، هناك سؤال آخر عن التنشئة حول العنف والعدالة والسلام. إذن وكيف أيضا التنشئة على المساواة وعيش المساواة في وقائع الحياة حيث ليس هناك مساواة في مختلف البلدان؟ وفي الحديث إلى أخت الفيلو، هناك سؤال للأخت تريزيا حول الرمزية الأفريقية للماء، كيف
تنظر النساء الأفريقيات للماء. إذن يمكن الإجابة الآن على هذه الأسئلة. الأخت فيلو. أخت فيلو، هل يمكن أن أسألك أن تجيبي على الأسئلة التي طرحتها باتريسيا؟ على الأقل السؤالين، هل يمكنكم إعادة الأسئلة؟ The work of the religious, especially when religious do advocacy for the poor. كيف يستجيب إذا تستجيب الحكومات عندما تقوم الجماعات بالمناصرة حول حقوق الفقراء؟ I wonder there's something that we need to do to encourage others, our sisters. ماذا يمكننا أن نفعل لتشجيع الأخوات للمشاركة في العمل من أجل السلام والعدالة؟ How do I put it? Okay. In Japan, since we are في اليابان مثلا بما أن الجماعة الكاثوليكية هي أقلية وكما قلت أن أننا أقلية، إذن نقوم بالجهود معا ونتضامن، وعندما نقوم بالمناصرة إذن نتحدث أو نواجه الحكومة معا ككاثوليك وبوذيين وأيضا أنجليكان أو إنجليين، إذا نتضامن لنتحدث عن هذه الأمور. The reaction of government is not because we are religious or citizens. إن تفاعل الحكومة لا يرتبط بعددنا إنما بالموضوع الذي نطالب فيه. إذا تحدثنا مثلا عن الأسلحة النووية، اليابان لم تشارك بعد في إذن في الطرح العالمي ضد الأسلحة النووية. إذن كل هذه المواضيع نعالجها سويا. Liberal Democratic Party government doesn't just listen to us at all. فبعض الأحزاب لا تستمع إلينا البت، فهم ليسوا معنيين إذا كنا مكرسات أو جماعات مكرسة أو غير مكرسة. ولا أعتقد أن السؤال التالي هو للأخت شيلا. ولقد عملت مع لجنة العدل والسلام لسنوات عديدة. أتذكر في البداية، في بدايات الألفية الثانية، لقد اكتشفت أن معظم من كان موجود في روما كانوا من النشطين في جماعاتهم. إذن وقد اكتشفت أن معظم من كان في روما لم يكن ناشطا في جماعته أو مقبولا من الجماعة كناشط، إنما الفريق الذي تشكل في روما كان يحضن كل هذه الشخصيات الفعالة في حقل اللاعنف والسلام. أنا أعتقد أن اليوم إذا نظرنا إلى هذا نرى التغيير.
فنرى مثلا في مشروع العمل زرع الرجاء في الأرض الذي يقوم به الاتحاد الدولي للرئيسات العامات يعطي صورة أخرى عن هذا. The sisters, I'm talking about my own congregation. وفي الحديث عن جماعتي العديد من الراهبات كانت ضد هذا النشاط لأني كنت من أقوم به لوحدي وكنت ألوم نفسي وأقول ماذا كنت أفعل بشكل خاطئ. إذن إذا تحدثنا عن الشمولية والعلاقات الحسنة فأنا أتساءل هل كم نحن حاضرات للتغيير؟ العمل في العنف بدأ في العمل مع ضحايا العنف المنزلي. وعندما نتحدث عن المساواة نود أن نستمع إلى أصوات الضحايا عندما بدأنا في هذا العمل في الثمانينات وأيضا في إنجلترا. بدأنا في إلقاء الضوء على حقيقة أن النساء لسنا مجرمات ولكنهن ضحايا. Injustice and peace, so that the receptivity is there. I was so involved in that at that time that when they wanted to acknowledge the most influential people at that time, 100 of them in a 350,000 Catholic area, I was named as helping to change that narrative. His persistence is telling the fact I mentioned justice, respect, wholesome relationships. And really, what happened when I shared that? We're in a violent situation. How can you help us learn how to deal with that? And that's where the integrity came forth. And وبدأت الأسئلة حول كيفية مساعدة بعضنا البعض. 24 hours. It wasn't telling a program to put on them. Do this, do this, do this. لم نكن نطرح عليهن برامج ولكن كنا نساعدهن في تعزيز الثقة بالنفس. ولقد تعلمت الكثير من تلك الخبرة. إذن كان في مساعدتهن على إقامة علاقات صحية. أختي شكرا كثيرا أعتذر عن مقاطعتك ولكن هناك سؤال أو سؤالين أود أن أطرح على الأخت تريزيا. هناك سؤال آخر حول رمزية الماء في البلدان الأفريقية. Was another remark which was about the situation of people. وكان هناك أيضا سؤال عن اللاجئين و في المخيمات وكيف الحديث عن السلام في تلك الوقائع. أود أن أشير إلى أن الثقافة الأفريقية واسعة. هناك ثقافات كثيرة داخل أفريقيا. لكن فيما يتعلق بالماء أعرف أنها مرتبطة بقيمة الحياة. النساء في أفريقيا خصوصاً في المناطق الريفية تمشين كثيراً للحصول على الماء. هناك الكثير من الروايات والقصص حول الماء وأنا أتذكر بأنني
كبرت أيضا مع احترام كبير لقيمة الحصول على الماء. إذن لكل جماعة يمكن أن تعطي الماء رمزية مختلفة، ولكن بشكل عام يمكنني أن أقول ذلك عن أفريقيا. إذن الحياة، النساء في أفريقيا تعملنا في الزراعة، لأن النساء تعتقدن أن الزراعة مهمة، وعندما يأتي المطر هو مصدر فرح. في أفريقيا عندما تمطر الكل يرقص ويفرح. إذن كما قلت لم أقم بدراسات حول رموزية الماء، ولكن هذا ما أطرحه من جماعتي. أما في موضوع اللاجئين في أفريقيا، لدينا جماعات تنتقل من مكان إلى آخر بسبب قلة الموارد المائية. وقد تسألت عن موضوع تنشئة هذه الجماعات عن السلام واللا عنف، وأقول أنه من الجيد والمفيد العودة إلى الجذور والاستماع إلى الناس، حياة الناس، وعدم طرح الحلول من فوق. إذن أقول الذهاب إلى تلك الجماعات، التحدث مع الأعضاء، إنما ندرسه في الصفوف ليس بالضرورة مقارن أو حقيقي في واقع الأعضاء. So that the children are not left out. والعمل أيضا على تعزيز المستوى. هذا ما أقوله في موضوع التنشئة اللاجئين. There's an injustice there which needs to be addressed as well when you have displacement communities. Thank you very much. شكرا لك أخت تريزا لهذا الطرح الملموس. أود أن أشكر جميعكم للإجابة على الأسئلة. لقد استمتعت حقا بطروح مختلفة، والآن أعطي الكلام لباتريسيا. شكرا لكم. شكرا سعادة السفيرة والأخوات. هناك الكثير من النقاط التي طرحت، وذلك واضح من نوعية الأسئلة. أعتذر عن عدم الإجابة عن جميع الأسئلة، ولكن أريد أن أقول للأخت شيلا أن هذا الموضوع مهم جداً، ونحن بحاجة للتحدث عنه، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن نتابع العمل في هذا المجال. وأطلب منك إذن المساعدة في الماضي قدماً وفي العمق، معالجة هذه المسائل في العمق أكثر وأكثر في المستقبل. شكراً للسفيرة التي رافقتنا والتي قبلت بحضور هذه الندوة والمشاركة، ونتمنى لها الأفضل في رسالتها للمتابعة في بناء الجسور. شكراً. ننتقل الآن
إلى نهاية هذا اللقاء، ربما هي ختام أو طريق الإشراف في طريق جديدة. لقد استمعنا إلى الكثير من الكلام، وكيف لهذا الكلام أن يؤثر فينا. أنا أود أن أخبركم قصة، ونحن ندعوها قصة العدالة، عدالة التصالح. هي قصة كلاوديا وإيريني، امرأتان وزوجتان ووالدتان. إيريني هي والدة ماتيو الذي خرج في ليلة من نادي ليلي وأوقفته الشرطة، ونشأ شجار بين الاثنين، وقام ماتيو بضرب الشرطي بعنف، واسمه أنطونيو. وأنطونيو تأثر بجروحه الخطيرة ومات بعد شهر في المستشفى. كلاوديا هي زوجة أنطونيو، وإيريني هي والدة ماتيو. إذن تم القبض على ماتيو وحكم عليه بالسجن المؤبد. قررت إيريني، إذن أم ماتيو وزوجها، إرسال رسالة إلى كلاوديا، أي زوجة الشرطي الذي توفي، يطلبان منها العفو. وبعد مرور الوقت وضد رأي كل من حولها، قررت كلاوديا أن تجيب إيرين وزوجها. وبعد بضعة أشهر تم اللقاء بين كلاوديا وإيرين، تعانقنا وبكينا. هما بالأحرى امرأتان جرحتا لسببين مختلفين، لكن جرحهما كان مترابط. كلاوديا هي زوجة الشرطي الذي توفي متأثرا بالطعنة الذي قام بها ماتيو ابن إيريني. وقررت أيضا كلاوديا مقابلة ماتيو في السجن، الصبي هذا الشاب الذي سلب منها حب حياتها. وبدأت كلاوديا وماتيو بمسار مصالحة ورعاية وشفاء. ماتيو سيظل في السجن، ولن يتمكن أحد من إعادة زوج كلاوديا إلى الحياة. لكن من رماد هذا الألم الشديد والكبير، قرروا جميعاً ومعاً أن تلد الحياة مرة أخرى. لا أعرف إذا كان بإمكاننا التحدث عن التسامح، لكن كما تقول كلاوديا، إن الحقد يدين دائماً في اللحظة الماضية. في قصة هذه العدالة الإصلاحية، إذا شاء القول، لا يتغير الماضي، لكن ما يتغير هو الحاضر والمستقبل. ولدت الصداقة بين المرأتين دائرة من الشفاء والرعاية. ماذا يمكن أن نتعلم من هذه القصة الحقيقية التي جرت في إيطاليا؟ ماذا تخبرني هذه القصة عن حياتي وعن جراحي؟ نصلي من أجل هاتان السيدتان وماتيو الذي شرع أيضا وبدأ مسار إيماني. أنا سعيدة الآن بتقديم، ليس تقديم وجه جديد، إنها سيربات الأمينة العامة التنفيذية للاتحاد الدولي للرئيسات العامات، وهي أيضا عضو في جماعة أخوات لوريتو.
وهي أيضا من تخيط المواضيع التي تعالجها أو يعالجها الاتحاد الدولي للرئيسات العامات. لقد طلبت من الأخت بات أن تختم هذه السلسلة، سلسلة الندوات الرهيبات من أجل تمكين المرأة. هي لن تنهي هذا المسار، ولكنها ستنفتح على مواضيع جديدة ومسارات جديدة. وفي هذه الكلمات لتعليم البابا فرانسيس، الكلمة لك. شكرا باتريسيا. أود أن أشارك الشاشة. إذن مرحبا جميعا، أنا سعيدة بحضوري وفي هذه اللحظة الختامية لهذه السلسلة من الندوات والمواضيع المتعددة. أود أن أشكر باتريسيا لأنها قامت بقيادتنا في هذا المسار، وتحدثنا عن المجمعية والتعليم والسلام والاقتصاد والصحة والمشاركة والمناصرة، وتأملنا في كل هذه بروحانية فراتيلي توتي، وأيضا على ضوء حياتنا اليومية. أنا ممتنة لأننا أنهينا هذا المسار في الحديث عن السلام. في بدء حياتي المكرسة كنت ناشطة في التنشئة والتوعية حول السلام التابعة لمجلس الثقافات الإيرلندا، وقد عملت في شمال إيرلندا في وقت تميز بالعنف. وخلال عملي استوقفتني ثلاث كلمات في تأملاتي وأخذتني إلى مستوى أعمق وبعد أعمق للسلام. الأول السلام كباكس، وهي إذن السلام في غياب العنف الجسدي، وهو موضوع نعمل عليه. ومن ثم كانت كلمة إيريني، والاسم آيرين يأتي من إيريني، وهي كلمة يونانية وتعني تدمير أو الحواجز. وثالث عبارة هي الشالوم، الكلمة العبرية للتحدث عن ملء الحياة، ملء الحياة للخليقة جمعاء، للجميع جسديا ونفسيا وعاطفيا وروحيا. لذا نحن بحاجة للباكس، أي ضد العنف، ونحن بحاجة لإيريني لعزل الحواجز، والشالوم لملء الحياة. وأعتقد أن المواضيع التي تأملنا فيها، المجمعية، التعليم، الاقتصاد، الصحة، الرعاية، المناصرة، هي مواضيع تشكل دعوات للعيش بالملء. لذا أرى أن السلام هو يحتضن كل شيء، موضوع السلام يحتضن كل المواضيع الأخرى. وما تعلمت من رجل يدعى جون بول لادراك، أعتقد أن هذا سيساعدنا في مسارنا في المستقبل. هو ناشط لاهوتي، عمل في إنجلترا، في كولومبيا، في الفلبين، في أنحاء متعددة في بناء السلام.
وهو ولديه كتاب رائع بعنوان Mary Imagination روحانية بناء السلام. سوف أشارك بشكل سريع بعض أفكاره لأنها تتحدث عن مسارنا في الكنيسة في تعاملنا مع كل هذه المواضيع التي ذكرتها لعيش الحياة بالملء، الحياة التي نرغب أن نعيشها في بالملء. وهو يحدد الدعوة للبحث عن السبل لعيش الحياة بالملء. وهو عندما يتحدث عن الخيال الأخلاقي، إذن يتحدث عن الخميرة ونعود إذن الخيال الأخلاقي هو تحديد النقط والفرص التي يمكن أن تغير المسار، هو التفكير بطرق جديدة بناءة لإعطاء الحياة لما ليس موجود بعد، وأيضاً لتعزيز وتنمية فن القيادة، لأننا جميعاً نبني سوياً الإنسانية الجديدة. لذا يقول يجب أن نرى العلامات التي تحول المسارات. هنالك إشارات تأخذ الناس إلى أماكن جديدة، ومعظم الأحيان إنها مواقف في الحياة تبدو مستحيلة، ولكنه يقول أنها تحمل إمكانية البدء في حياة جديدة. إذن أنا أتحدث هنا أيضاً عن الكنيسة التي تدعونا إلى تغيير المسار، وأيضاً تحديد المسارات إلى ما نحن بحاجة، مثلاً في بناء السلام، في بناء اقتصاد جديد، في بناء هيكلية للرعاية. أن نهتم بالجميع لكي لا نهمل أحد. لذا يجب أن نفهم الجغرافيا الاجتماعية، يجب أن نقرأ علامات الأزمنة في مدننا ومناطقنا، ويجب أن نتأمل أيضاً في كل الأماكن، كل التقاطعات. لقد تحدثنا اليوم عن فئات كثيرة من المجتمع، فهو يقول يجب أيضاً أن نكون مرنين وأن نجد دائماً طرق جديدة لتحقيق هذا العيش. وكما قلت يتحدث عن الخميرة، وهذا تعلمته من خبرتي الشخصية في بناء السلام، إن الخميرة هي فريق صغير من الأشخاص الأشخاص الصح في المكان الصح في الوقت الصح. وما تقوم به الأخت شيلا أعتقد في تعزيز الثقة وبناء السلام
والعدالة في الجماعات. أنا أعتقد أن فريق العمل معها يشكل الخميرة في هذا الحقل. وما تفعله الأخت جابرييلا مثلا في تاليتاكوم في موضوع الإيجار بالبشر، أو ما تفعلونه أنتم في فرقكم، هذه الفرق التي تشكل الخميرة للتغيير ليست بحاجة إلى الجميع، إنما بحاجة للأشخاص الصح في المكان والوقت الصح. وعندما أفكر مثلا بمليون شخص في مدينة، مليون شخص يعملنا على التغيير ولم يحدث، ولكن عندما تعايشت مع أشخاص وفرق صغيرة جدا تعمل على التغيير لقد لمست التغيير. وقد اختبرت ذلك في إيرلندا مع فريق من 6 أشخاص عملنا على تغيير هيكلية السجون بالعمل مع الكثير من الأشخاص صاحبي القرارات، لأن فريق الخميرة ينشئ نوع من فريق أكبر يعمل على جعل التغيير ملموس. إذن العمل في نوع من الشبكة من مناطق مختلفة حول الموضوع والاهتمام نفسه. إذن لنقم أيضاً نحن بخلق هذه الفرق الاستراتيجية لتغيير واقع الأمور. وأنا أترك لكم مقاله عن اسمحوا لي خيالكم أن يأخذكم إلى شواطئ جديدة غير متوقعة. يقول عندما تسمحون لخيالكم أن يأخذكم تأخذون المخاطر. إذن في هذا المسار الذي يدعون إليه البابا فرانسيس، هذا المسار المجمعي هو مسار يحمل مخاطر، هو مسار سوف نكون مدعوين فيه للقيام بعمل مع شبكات مختلفة، للنظر إلى الحاجات، للتأمل، لدراسة الواقع، لأنه بذلك نصبح عاملي تغيير. والكلمة الفعالة التي نستعملها في العديد وهي الشمولية المتجذرة، ونحن نرى أنفسنا كمكرسات جزء من هذا التغيير الذي تقوم به الكنيسة في العالم. ومن أجل إقامة شبكات العلاقات يمكن أن نعتني بما هو موجود، وأيضاً خلق شبكات جديدة لكي نكون فرق خميرة تقوم بالعمل على التغيير، مثلاً بعيشنا متعددي الثقافة باحتضان الثقافات، نجد ونخلق طريقة جديدة لعيش ذلك. أنا أشعر بأننا في مكان مميز لأهمية إمكانية كوننا هذه الخميرة، ولذا أدعو نفسي وأدعوكم مع ختام هذه السلسلة، ولكننا سوف نبدأ مسار المجمع، وأدعوكم لنسأل أنفسنا هل يمكن أن نكون فاعلين وفعالين في هذا المسار الذي يرسم ويطرح أمامنا، المسار في المجمعية وأيضاً المسار في أهداف كن مسبحاً وعلى الموقع البلاتفورم الخاصة بلوداتو سي وخريطة العمل المطروحة على 7 سنوات. إذن لنرى ونتصور طرق جديدة للعمل ولتطوير شبكات علاقاتنا. شكراً
للفريق. شكرا لشيلا لكونها مصدر إلهام. شكرا لفيلو لكل ما فعلته للاتحاد الدولي للرئيسات العامات في خلال سنوات كثيرة في موضوع بناء العدالة. وأختي وموريو من جماعتي لكل ما تقوم به في أفريقيا وفي باكس كريستي. إذن امتناني للجميع لجميع من لباتريسيا مورغانتي لأنها كانت وراء هذا التحضير، لفلورنس لكل الدعم التكنولوجي، وأيضا للمترجمات في للغات المختلفة في خلال هذه سلسلة ندوات هذه. إذن امتناني وبركتي لجميعكم. باتريسيا، يمكن لديك كلمة أخيرة؟ شكرا. شكرا بات، أنا لن أضيف شيئا، وأعتقد أن أجمل ما نقوم به هو إعطاء الكلمة لكل المشاركين. ليس لدينا أي شيء، إذا أدعو كل المشاركات إذا أردتن أن تشاركنا بكلمة في فنترة الشات في الشات. إذا شكرا لبات، شكرا للراهبات المحاضرات، شكرا للجميع. إذا لن أنهي الزوم إذا أردتن أن تكتبن شيئا في الشات. You can unmute your microphone just to say hello and thank you. Be agents of peace. Hello. Thank you. Thank you. Take care, everybody. Thank you. Muchas gracias. Muy bueno. Thank you. Mucha pasión, mucha energía, mucho compromiso. Gracias. Bless you. Bye. Grazie a voi, muchas gracias, obrigadas. Grazie, Patricia. Thank you very much. Just very good. We have a lot of justice and peace promoters here. Following Sister Sheila. Sheila, gracias. Thank you from Lima, Peru. Wow. Thank you, Yvonne. Good to see you. Thank you, obrigada, direto do Brasil. Obrigada para você também, Nonata.